السلام عليكم وتحيه طيبه نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال طيبه في هذا الفيديو غادي نتكلموا على جوج المواضيع الموضوع الاول كيتعلق كي بماكرون يستفز المملكه المغربيه غنشوفوا كيفاش وفي الموضوع الثاني سنتكلم على تبون رئيس جمهوريه الشر الذي يناصب العداء للمملكه المغربيه من جديد عن طريق واحد الاجراء اتخذه ضد المملكه المغربيه وبشكل شخصي هادو جوج ديال المواضيع اللي غنتكلم عليهم في هذا الفيديو نتمنى انكم ما تنساوش ابداء الاعجاب باش يوصل هذا الفيديو عند اكبر عدد من المتتبعين طبيعه الحال الا كنتو مع هذا المحتوى وهذا الانواع من المواضيع كي تعم الفائده الموضوع الاول متعلق بماكرون اللي بقى وفي السياسه ديالو تجاه المملكه المغربيه منذ توليه رئاسه الجمهوريه الخامسه واظن بان الجمهوريه الخامسه الفرنسيه النهايه ديالها ربما غتكون على يد هذا الرئيس منذ البدايه وهو يحارب المغرب ويحارب الوحده الترابيه للمملكه المغربيه ويحول دون حسم المغرب لقضيه الصحراء المغربيه وشفناه مباشرة بعد الاعتراف الامريكي والرئيس ترامب بمغربية الصحراء كيف ان فرنسا تحركت وبقوة داخل الاتحاد الاوروبي كي تمنع الدول الاوروبية من حدوي ما انهم يحدو حدو الرئيس ترامب ويعترفوا بمغربية الصحراء وشفنا كيفاش ان المانيا احتجت لدى مجلس الامن ان ذاك اللي ادى الى فتور في العلاقه مع هذه الدول واللي خلال العاهل المغربي كيخرج في خطاب مباشر كيقول بان الموقف من قضيه الصحراء المغربيه غيكون هو بمثابه النظارات اللي غنشوفوا بها العلاقات مع هذه الدول الصديقه و الشقيقة وحط النقاط على الحروف العاهل المغربي قال بما معناه أن المستقبل العلاقات مع كل دول العالم سوف يكون محكوما بموقفها من قضية الصحراء المغربية إذن هذا ماكرون بطبيعة الحال حاول أنه يبتز المغرب وكان يعرفون الفرنسية والخبط الفرنسي وربما نحن الدول التي تأدات من الاستعمار الفرنسي لسنوات طويلة كتعرف حقيقة الانسان السياسي الفرنسي كتعرف الدوله العميقه الفرنسيه كيف تفكر كنعرفوا الالعاب والاساليب ديال الدوله الفرنسيه فماكرون حاول انه يضغط على المغرب بواحد مجموعه ديال الاوراق حاول انه يبتز ويستفز العائلة المغربي محمد السادس حفظه الله وقضيه بيغاسوس هذه هذه الاكذوبه الفرنسيه اللي بغاو يخضعوا بها العاهل المغربي فشلت وتبخرت في الهواء وشفنا هناك تقارير خرجت بما فيها فرنسية اكدت براءة المملكة المغربية من اي جريمة للتجسس على هاتف ماكرون واحد مجموعة ديال السياسيين الامر لم يتوقف عند النقطة لاحظنا بان فرنسا استمرت في سلسلة العداء ديال المملكة المغربية وسياسات الابتزاز والاستفزاز مرة عن طريق ملف الهجرة السرية مرة عن طريق يعني تتبع وتعقوب هذوك الداعمين للحق المغربي شفنا ماذا حدث مع بعض الصحفيين كرشيد مباركي شفنا ماذا حدث مع هذاك الامام المغربي الفرنسي هناك يعني احداث ومواقف كثيره كل مره يحاول فيها ماكرون ان يطيح ويضعف الموقف المغربي الرافض لهد رمادية السياسة الفرنسية ولأن القناعات أصبحت راسخة عن السياسة المغربية وعن النخبة السياسية المغربية بأن المشكل راه أصله ليس مع نظام دولة العسكر وإنما أصله في الإليزي الإليزي هو من يتحكم في تبون في شنقريحة وفي نظام دولة العسكر وبأن رفض حل هذه القضية هو صراحة قادم من الإليزي وليس من نظام دولة العسكر نظام دولة العسكر كان نظام وظيفي تبون شنقري هادو مجرد مستخدمين عند الإليزي يأتمرون بأوامر وينتهون بنواهيه والأمور ما احتاجش بها المتتبعين خصوصا الإخوة الجزائريين ولا خير دليل على ذلك الخرجات المتعدده لماكرون اللي يهين فيها الجزائريين ورئيس نظام دوله العسكر ولا ردة ولا انتفاضه ولا عقوبات ولا قطع للعلاقات ولا لاي شيء كنشوفوهم منبطحون ذليلون تجاه فرنسا حتى شنقريحه هذا لكي تعتبر والامر الناهي داخل نظام دوله العسكر شفنا كيف عمل واستقبل في فرنسا حتى التراث الجزائري ترفض فرنسا ان تعيده لهم من ردت لهم واحد المجموعه ديال الجماجم دي المجاهدين الجزائريين تم وهي في حقيقه لها لم تعيدها غير اعارتها لهم لبضعه سنوات تم اكتشاف بان معظمها جماجم من قطع طرق ومجرمين وسجناء سابقين هذاك العميل لفرنسا المسمى بالامير عبد القادر واللي حاولوا يصنعوا الجزائري منه واحد التاريخ مزيف ودار منه بطل وحنا كنعرفوا الانظمه الديكتاتوريه دائما ما تحول الخونه والعملاء الى ابطال ومجاهدين وهذا كيدخل في السياسه الاستعماريه لهذيك الدول المحتله دائما تمجد هذوك العملاء ديالها واللي اسدوا لها خدمات كبيره وكبيره جدا منهم هذا الامير عبد القادر رفضت فرنسا ان تعيد البرنوس والسيف ديال الامير عبد القادر الجزائري لانها تعتبر خادم امين للفرنسيين هنا كتلاحظوا كيف ان فرنسا ماكرون تهين هذا النظام وتستعبد هذا النظام وحنا كنستجفوا من هذا الفعل الفرنسي تجاه الجزائر مدى تبعيه نظام دوله العسكر وعبوديه نظام دوله العسكر للدوله العميقه الفرنسيه ماكرون رجع مره اخرى يستفز المملكه المغربيه وعهد البلاد بواحد التعديلات حكوميه شنو كيف قام بتعيين واحد الوزير خارجيه يعد عدوا لدودا للمملكه المغربيه ستيفان سيجورني هذا الرجل كان بالسياسات بالسياسة ديالو والمواقف ديالو المعادية للمملكة المغربية ومصالح المملكة المغربية كيف تم تعيينه على وزارة الخارجية وهذا في إشارة سلبية بأن العلاقات المغربية الفرنسية غتبقى تراوح مكانها وغتبقى جامدة وستظل في الطريق المسدود على الأقل إلى أن يغادر ماكرون رئاسة الجمهورية الفرنسيه وكيعطينا رسائل هذا الماكرون بان لا افق للحل بين فرنسا والمغرب فيما يخص مغربيه الصحراء اظن بان هذه الحكومه الفرنسيه وهذا الرئيس الفرنسي ربما الوجود ديالهم على سده الحكم في فرنسا يعد واحد الانتكاسه للديمقراطيه الفرنسيه انتكاسه لحريه الراي والتعبير كنشوفوا كيف ان ولهذا امر غير صراحه مالوف في حكومه الدول وامر غير مسبوق كنشوفوا واحد الكوبل في حكومه واحده رئيس الوزراء الفرنسي عين نقدروا نقول زوجه على راس الخارجيه الفرنسيه رئيس الوزراء الفرنسي الحالي اللي عينه ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي أيضا اللي تم تعيين ديالو وهما كينتميو لدوك لديك الفئة هم مرتبطون هم نقدروا نقولوا مثليين ربما يربطهم شي عقد قران او شيء من هذا القبيل لست ادري المهم ان لاول مره كنشوفوا واحد الزوجين في حكومة واحدة ولكم أن تتصوروا أنه في المغرب أو في أي دولة أوروبية أو عربية أن واحد في الحكومة يكون هو ومراته أو المرأة هي ورجلها في نفس الحكومة فصراحة هذا ذاك أكثر من علامة استفهام ناهيك على السن المتقدمة لرئيس وزراء فرنسا الحالي عنده 34 سنة نحن لسنا ضد أي كان وإنما هنا كانت تسألوا أين هي الخبرة السياسية واش فرنسا ما بقوش فيها سياسيون يستحقون أن يشغلوا هذا المنصب لأن مثل هذه المناصب هي مناصب سياسية كتبغي الخبرة وكتبغي التجربة وكتبغي الحكمة أظن بأن في سن 34 سنة هذه الأمور كلها لن تكون متوفرة رئيس ماكرون كيعطي كي رسالة قوية للمملكة المغربية بأننا أه لن نعترف بمغربية الصحراء على الأقل في الوقت والزمن القريب نمشيو للموضوع الثاني وهو المتعلق بتبون يناصب العداء للمملكة المغربية تبون رئيس جمهورية الشر ملي جمهورية الشر هذا هو المصطلح الذي يصف أفعال هذه الدولة العسكرية الملحدة منذ خمسين سنة وهي تناصب العداء للمملكة المغربية حاولت بكل الطرق أن تنام الوحدة الترابية المملكة المغربية، أن تجزئ المغرب، أن تقسم المملكة المغربية. أيضا دولة العسكر منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي إلى بداية تسعينيات القرن الماضي تقريبا 16 سنة وهو يواجه المغرب عسكريا ويحشد الحشود وهو في المقدمة شفنا كيفاش أن نظام دولة العسكر الملحدة كان يحارب المغرب إلى جانب ليبيا إلى جانب سوريا إلى جانب جنوب إفريقيا آه، فينزويلا آه، كوبا العديد من الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية وغيرها والأموال وبترو دولار كان يشتغل لكنه لم يتأتى له ولا واحد في ديك الاهداف التي كان يخطط لها هذا النظام دولة العسكر حتى بعد الهزائم المتتاليه التي تلقاها هذا النظام العسكري الملحد بقى مستمر دبلوماسيا يحارب المغرب في كل المنتديات الدوليه وكان كل مره لا يحصد الا الخيبه والفشل وسواد الوجه اخرها كان في ذاك المنتدى الحقوقي تابع الامم المتحده في جنيف لنظام دوله العسكر الصرف مئات الملايين من الدولارات كي لا ينتخب المغرب وكي يجهد محاولة المغرب لرئاسة هذه اللجنة الحقوقية الأممية وبدأ كيدعم جنوب إفريقيا إلا أن المغرب حصل على مجموعة 30 دولة 30 صوت وهذا سبب بالدرجة الأولى المصداقية التي يحظى بها المغرب دوليا بمقابل 17 صوت فقط لجنوب إفريقيا من من الدعم ديال نظام دوله العسكر. نظام دوله العسكر هذا نظام لا يتوقف عن معاداه المغرب ومصالحه الاستراتيجيه، ما عندوش اجنده اخرى، ما عندوش ملف اخر استنزف اموال الجزائريين الى ان تحولت الجزائر اليوم الى دوله عالم ثالثيه، دوله فقيره، دوله معدمه. يهرب منها الجزائريون عبر البحر وحتى عبر الجو حنا شفنا ديك الفضائح ديال الحراقه اللي كيمرو عن طريق مطار وهران الذي تحول فقط ليس فقط مطار وهران وانما مجموعه ديال المطارات الى ما يشبه الزريبه اي كل من هب ودب كل من هب ودب كيدخل لها او كيخرج منها هذا النظام العسكري الجزائري وهاد التبون أه وبعد ان أه فشلوا في الحصار الجوي والبري للمملكه المغربيه انتقلوا الى البحر شنو غادي يدير هاد التبون واش غادي يدير هاد المجلس الامني أه المصغر الذي اجتمع مؤخرا غادي يخرج بواحد القرار وهو ان ديك السفن الناقلة للبضائع القادمه من أه الميناء المتوسطي بطنجة منه انها توقف في موانئ نظام دولة العسكر الملحدة وهو في هذه الحالة راه كيضرب الاقتصاد الجزائري، ولا يضر بالاقتصاد المغربي، لأن هذيك السفن اللي غتكون جايه من الميناء طنجة المتوسطي بطبيعة الحال غتوصل إلى الجزائر بتكلفة أقل، وأنها يفرض عليها تغيير المسار ديالها، هذا يعني تكاليف إضافية ومصاريف إضافية للانسان الجزائري لاخر شيء يفكر فيه هذا النظام دوله العسكر وهذا الشيء ماشي جديد شوفوا نظام دورة العسكر كيف جوع الجزائريين بان علق الاتفاقيه ديال آآ آآ صدقة مع اسبانيا واللي كان جانب منها كبير تجاري ومن واحد المجموعه ديال الواردات انا ندخل الجزائر الفواكه واللحوم وشفنا كيفاش ان اللحوم ارتفعت اسعارها في الجزائر ولو الجزائريين غير كي حلموا ياكلوها وبل اكثر من ذلك بل اكثر من ذلك ولاو الجزائريين كيحيدوا الدرسه ها أه؟ كيحيدوا الدرسه بلا بنج لان هذه الماده المخدره اللي كانوا الجزائريين يستوردونها من اسبانيا أوقفها نظام دوره العسكر وبدا كيعاقب الجزائريين عقاب شديد ولاول مره في التاريخ كنشوفوا اطباء الاسنان هم ايضا انضموا الى طوابير الخبز والسميد والحليب والعداس والحمص وغيرها هذا نظام دورة العسكر لا يفكر في الجزائريين وعلى استعداد أن يضحي بالشعب الجزائري فقط كي يشبع الحقد والمرض الأبدي اللي عنده ضد المملكة المغربية وكي ينفذ وهذا هو الأهم كي ينفذ أوامر ماكرون والدولة العميقة الفرنسية نظام دولة العسكر ذاهب بالجزائر لا محالة إلى الهوية وإن الله سيجعل كيدهم في نحورهم هذا النظام العسكري الملحد الذي لا يشاركنا أي قاسم من القواسم التي نشاركها مع الشعب الجزائري أكتفي بهذا القدر تحية طيبة وإلى لقاء قادم بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله